باعتبارك أستاذ العلوم السياسية، في أحزاب بيوجه لها كده نوع من النقد المستتر زي اللي عمله الدكتور باسل دلوقتي، ولكن هي بتسأل وتقول والله أنا بينتمي إلي عائلات عريقة، وعندي عائلات أب عن جد بيعملوا في السياسة وجم انتموا للحزب وبنؤيد الدولة، وعندي رجال أعمال كبار موجودين، ودي شريحة موجودة في المجتمع، ولذلك نظهر بقوة شديدة جدا. ومن عظم هذه القوة البعض يعني لا تعجبه هذه القوة، لماذا نلوم مثل هذه القوة؟ لا، هي يعني زي ما حضرتك بتقول قوة الآخرين لا يلام عليها، ولكن هي المشكلة في ضعفي أنا. ضعف الآخرين، يعني الضعف في أنا، أنا ليه أنا مش قوية؟ ليه أنا الأحزاب الأخرى، الأحزاب الأخرى ليه أنا ما بقدرش إن أنا أحرك الجماهير؟ يعني حضرتك هات لي أي حزب آخر قادر على إنه يحشد حشد جماهيري كبير، حضرتك ما تلاقيش. الأحزاب الإسلامية للأسف كان عندها هذه القدرة في فترة من الفترات، ودي كانت المشكلة، إن حيتك هذا الفراغ السياسي والفراغ اللي هو من الأحزاب المدنية القوية التقطته جماعات وأحزاب لها طابع أيديولوجي إسلامي لفترة طويلة. إحنا عندنا أحزاب كثيرة قادرة على الحركة في المجتمع وليها جاذبية، لماذا لا تتحرك؟ تمام.